رحب بيك كابتن حازم امام، وبرحب بضيوفك الكرام. مع الان النجم الموهوب كابتن وليد صلاح الدين، مدير الكره بنادي الاتحاد السكندري. يعني كابتن وليد بنرحب بيك ونقول لك كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا جزار، وكل سنه والامه الاسلاميه كلها بخير، ومصر بخير، مسلمينها ومسيحيينها. تحياتي للنجم الكبير الكابتن حازم امام وكل ضيوف الاستوديو. كابتن طارق يحيى وكابتن احمد سمير، كلهم كابتن طارق يحيى كابتني وحبيبي، وكابتن احمد سمير طبعا نجم نادي الزمالك. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. يعني بنقول لك الف مبروك، ثلاث نقاط من ذهب النهارده بالفوز على المقصه بهدف مقابل لا شيء. يعني هي احلى حاجه انها جايه على فرقه كبيره، فرقه تقيله، تقيله بمعنى يعني بمعنى الكلمه. كابتن طارق يحيى يعرف الكلام ده، وكابتن احمد سمير طبعا، وكابتن حازم امام. فرقه مصر المقصه بتحرج كل الفرق حتى الكبيره، اهلي وزمالك. فاحنا جايين من هزيمه في مباراه انبي. صحيح كان الكابتن مختار مغير في تشكيل الفرقه، كنا حاطين سبع لعيبه لسه صغيرين وجداد، عايزين نشوف كل الناس. لكن النهارده كنا لازم نحترم نادي مصر المقصه ونديله كل الاحترام بتاعه. عشان كده لعبنا بالفول تيم بتاعنا، لعب هيرمان من الاول، ولعب اوباما، ولعب الالفي، ولعب كل وعاشور وكل الفرقه الاساسيه، ادوا برجوله وبكفاح. واهو الموقف بيتكرر، يعني كنا نقدر نضيف الهدف الثاني من ضربه جزاء، اظن عاشور ولا قاصد ولا حاجه، وعمل فيها حازم امام ووقف. ويعني ضربات الجزاء ممكن تضيع، والجماهير نفسها كلها طلبت ان اوباما هو اللي يشوط. فاحنا كجهاز فني ولا بنرضخ لطلبات خارجيه، ولا كابتن مختار بيعمل اللي هو شايفه من وجهه نظره اللي بيموليه عليه ضميره. فبالتالي مبروك النهارده، فوز غالي، نقلنا وحطينا فوق انبي تاني. وكل سنه وانتم طيبين. ملفين مهمين عايزين نتكلم فيهم، ملفين في غايه الاهميه، بقاء الكابتن وليد والكابتن مختار في نادي الاتحاد السكندري، واللعيبه المعاره والتجديد للاعبين، مين اللي قاعد ومين اللي ماشي، ملفين في منتهى الاهميه. لا هو مبدئيا معروف ان شرف لاي حد انه يتواجد في نادي الاتحاد السكندري، نادي كبير. يعني من غير، انا دايما بقول حتى في الاستوديو، نادي الاتحاد قيمته كبيره جدا. فاحنا يعني بيشرفنا ان احنا موجودين ومستريحين ومبسوطين، سواء مع الجماهير او مع النقاد او الصحافه او مجلس الاداره او كل محبين اسكندريه. احنا مستريحين كجهاز فني، وان شاء الله باذن الله نقعد ونكمل السنه الجايه. مساله الصفقات احنا ما عملناش اي حاجه خالص لغايه لما يتوفر السيوله الماليه. لغايه دلوقتي لسه ما تمش الاتفاق مع الشركه الراعيه، ولسه ما فيش فلوس جت خالص. فبالتالي مستنيين لما ان شاء الله يتوفر السيوله الماليه نبتدي نتكلم مع الناس ونشوف تعاقداتنا هتبقى في حدود، يعني في حدود امكانيات نادي الاتحاد الماديه. مش هتبقى صفقات كبيره زي السنين اللي فاتت، ولا 15 لعيب ولا 17، لا هنبقى في اضيق الحدود، يعني 7-8 صفقات ربنا يكرمنا فيهم يكونوا بس من يعني سوبر بالنسبه لنادي الاتحاد، ويكونوا موجودين في الملعب ان شاء الله. اخيرا يعني بقول لك مبروك فوز منتخبنا المصري والتاهل لنهائيات بطوله الامم الافريقيه. مش عايز تقول حاجه للحضري ومستواه المتميز في المباراه الاخيره؟ والله مش الحضري لوحده، يعني الحضري بيضرب ملحمه، حسام غالي بيضرب ملحمه قبل كده، عملها كابتن حسام والكابتن ابراهيم ما شاء الله. لما تقرب من ال 40 طبعا الحضري عدى، الحضري خلاص، الحضري يأدي، وانا بطلت من 10 سنين مش هلعب ما شاء الله. ربنا يديله الصحه ودايما نشوفه بخير. وجون كبير، انا بشوف ان هو مع كامل الاحترام والتقدير لكل حراس المرمى، عصام الحضري الحارس الاعظم في تاريخ مصر من وجهه نظر الشخصيه، وربنا يكرمهم ومبروك التاهل الحمد لله. الف مبروك. شكرا.